ما بين كل شهيق وزفير مطب أو حفرة، هذا هو واقع أغلب الطرق والجسور الموجودة في العراق، حيث أهملت الحكومات المتعاقبة بنيتها التحتية منذ عام 2003 وباتت متهالكة، بالرغم من أنها تشكل مسارا رئيسا يؤثر بشكل كبير على التجارة واقتصاد البلاد وغيرها الكثير من قطاعات الحياة. جاي نعاني بكثرة من الحوادث المميتة الحقيقة، والسبب يعود إلى كثرة التخسفات والمطبات اللي موجودة بكل الشوارع، وهاي الطرق أصلا هي طرق قديمة أنشئت من سنة 1980، وغياب واضح للعلامات المرورية في هذه المكانات وهذا الطرق، وماكو أي دعم من الحكومة لا المحلية ولا المركزية. هو الفساد والإهمال والتقصير الحكومي، حيث أن 90% من بنية الطرق والجسور متهالكة، وباتت سبباً أساسياً في ازدياد حالات الوفاة ونزيف الدماء العراقية بسبب حوادث السير، بالرغم من ادعاءات إنفاق مبالغ طائلة على مشاريع الصيانة والتأهيل. السبب يعود إلى عدم التخطيط الصحيح في رسم الخطط السياسية للشوارع العامة ووضع السلامة والأمان وشروطها في الشوارع، مثل الجسور أو المطبات الصناعية، تحديد مناطق العبور، هذه كلها أسهمت بوجود الكثير من الحوادث. كذلك استيراد السيارات من مناشئ غير رصينة وعدم امتلاكها المواصفات العالمية تعود إلى عند حدوث أي حادث تكون الوفيات فيها كثيرة جدا. حوادث الطرق في العراق حصدت أكثر من 12 ألف وفاة وإصابة خلال عام 2020 بحسب إحصائيات حكومية، حصيلة تحمل معها ارتفاعا كبيرا بأعداد الضحايا بالنسبة لسنوات مضت، وتعتبر نتيجة حتمية لإهمال الطرق والجسور وانعدام معايير السلامة في الطرق السريعة الرابطة بين المدن الرئيسية. عدة أسباب لارتفاع حوادث السير: سبب قدم الطرق ورداءتها وخروج العديد من ميدان الخدمة وعدم صيانتها، إضافة إلى عدم وجود متطلبات السلامة فيها وعدم وجود الإرشادات الخاصة بالنسبة للسواق، ووجود هذه الحافلات الكبيرة التي تقوم بعملية الضغط على هذه الطرق، وبالتالي أيضا ما يتعلق بنوعية السيارات التي تستورد في العراق وعدم قيام مدير المرور بموضوعة الصيانة وإجبار السائقين على التزام متطلبات الأمان والسلامة. وسجلت بغداد أعلى نسبة في عدد الحوادث خلال عام 2020، بلغت أكثر من 870 حادثا، تلتها محافظة صلاح الدين بواقع 790 ومحافظة النجف ب 648 حادثا، أعداد كبيرة عكست حجم كارثة الدمار في البنية التحتية للطرق والجسور وحجم القلق من تفاقمها يوما بعد آخر، بعد أن باتت عاملا رئيسا آخر من عوامل سلب حقوق المواطن بالحياة في العراق.